لا، والقماش اللي معنا اليوم هو سريع وجميل وكيعفه كاع الناس، وقماش فعال فعلا كي ينقي البشرة من الرؤوس السوداء اللي كتكون عندنا في البشرة. سريع الناس اللي بحالي مثلا عندهم البشرة ديالهم مزيتة شوية دهنية، فالحمد لله ملي بديت كندير هاد القماش عاود بدا يعني الوجه ديالي كيتقشر وكيتحيد منه داك لي بوان نوار. دابا غادي نمشيو نشوفو واشنو غادي نديرو في هاد القماش. اولا السكر، السكر العادي كتشوفوا معايا هنا، ملعقة ديال السكر العادي، وكذلك ملعقة ديال العسل، ولا عندكم العسل الحر فمن الاحسن العسل الحر، يعني ملعقة من العسل الحر، وملعقة من السكر، وملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من الزيت الزيتون. فعلى بركة الله كنمشيو نديرو ملعقة ديال الميل كيف كتشوفوا معايا هنا، ومن بعد كنمشيو كذلك نديرو السكر. فأنا كنت موجدة يعني ملعقة ديال العسل وملعقة ديال السكر، ملعقة ديال العسل ملعقة ديال السكر. ومن بعد كنشوف الخليط ديالي اللي وجدته لكم ديجا، راه عندي دائما كنوجد واحد 5 دقائق اولا، فكيصبح على هذا الخليط هذا كيف كتشوفي، السكر ملعقه ديال زيت العود وملعقه ديال العسل الحر الى عندك، ولا ما عندكش العسل الحر تقدري ديري العسل العادي اللي عندنا في الدار. فوالا، فكيولي هذا الخليط هذا كيف كتشوفوه مزيان. فوالا، ومن بعد كديري هاد القماش هذا على الوجه ديالك لمده 5 دقائق 4 دقائق حتى 5 دقائق، وكتبقاي ديري يعني بواحد المساج غير بشويه تدريجيا يعني غير بشويه دائري على الوجه ديالك، وكطلعي الفوق من تحت من 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 المونطو ديالك حتى للفوق حتى للجبهه، وانت كطلعي غير بشويه عليك. ومن بعد كتخليه من بعد 4 دقائق 5 دقائق كتمشي تغسليه بالماء دافي ماء فاتر، ومن بعد كتولي تنشفيه بواحد السغفيات ديالك اللي كتمسحي بها دائما، وكتبطبي على وجهك بشويه. ومن بعد دائما كنصح انكم ديروا زيت نواه كوكو، يعني زيت نواه كوكو فعال. وكيف كنقول انه كيمتص الزيت، كيمتص لابو ديالنا كتمتص داك الزيت وكدير المفعول ديالها. فكنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم هذا الماسك وهذا القماش اللي قدمته لكم اليوم. ان شاء الله باذن الله دائما ماسكات ميساء، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى لكم انكم تجربوا هاد القماش وهاد الماسك اللي درته لكم اليوم تاع الشوفان، وان شاء الله تقولوا لي في لي كومونتير، وما تنساوش ديروا لي ابوني، ودائما مع ماسكات السريعه مع ميساء. الى اللقاء وقريبا ان شاء الله.